إذن سيد واكد، سيد عبد الملك الحوثي يبارك هذه العملية، يبارك مقتل الرئيس اليمني السابق. ربما لهذا الأمر دلالات ومؤشرات، لهذا الخطاب ككل دلالات ومؤشرات على قوة الحوثيين. هذا الجزء، هذه هي الجزئية الأولى من سؤالي. والجزئية الثانية، في خطاب عبد الملك الحوثي كان هنالك تهديد واضح لأي استثمارات لأي مراكز عامة في الخليج العربي كالسعودية، المملكة العربية السعودية، وك دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، يعني هو بدأ واثقا رغم التوتر ورغم أن وضع الحوثيين لا زال متأزما. يعني في الأيام الأخيرة كانت أنباء تتحدث عن أنه إذا ما نجح علي عبد الله الصالح بالتحالف مع الشرعية أو مع السعودية فهذه بداية النهاية للحوثيين. هم قطعوا الطريق اليوم بعملية الاغتيال على الأقل مؤقتا ومرحليا، ولكنه كما أشرت حذر أيضا الدول الداعمة لخصومه ولأعدائه وتحديدا الإمارات والسعودية. وهذا باعتقادي يعني رسالة أن مزيد من الصواريخ الباليستية قد تقصف باتجاه الإمارات وباتجاه السعودية، ما يشير إلى أن الأزمة ستذهب فقط باتجاه التصعيد. باتجاه التصعيد، وذهب حتى أبعد من ذلك ودعا الدول التي تستثمر في السعودية والإمارات إلى سحب استثماراتهم من هذه الدول. أشكرك الخبير في شؤون الشرق الأوسط سيد علي واكد على مرافقتي في هذا الملف. Enough.